انا بقى لازم اقول اي حاجة، احكي للدنيا احكي للدنيا عشان يعرفوا هو حصل ايه، حصل ايه المخربين دول لما دخلوا في الكيبوتس عند اب ام وطفل، فتحوا الباب ودخلوا جوه، شافوا الطفل الام بترضع الولد عمره كام شهور وبس، خلت راس الطفل هنا على كتفها، دخلوا مسكوا الطفل شدوه من امه من ايدين امه دخلوه بالفرن وولعوا الفرن، اكتر سخونيه اكتر سخونيه يا عالم يا عالم، فرن طفل كم شهر دخلوه بالفرن عشان يستوي، حرام عليكم حرام عليكم، ده ظلم والله، ده ربنا قاعد وشايف كل حاجه. وبعدين ايه؟ اخدوا الاب ضربوه بالرصاص برجله عوروه، وبعدين اخدوا بقى الام نيموها على الارض قلعوها، ولا مؤاخذه بقى سخموها. فين ربنا بقى؟ فين انتوا ربنا؟ بتصلوا حماس لربنا وبتقول له احنا الله اكبر والله اكبر، فين ربنا اللي عملتوه انتوا في الاب والام والطفل؟ تحرقوا الطفل دخلوه تولعوا الفرن عشان يستوي، ايه ده فرخة ده؟ حرام عليكم حرام عليكم اللي عملتوه. بعدين ايه ده؟ انتوا فرقتوا بقلاوة وعملتوا هوسة وزقعتوا وفرحتوا وغنيتوا، افتكرتوا ايه دولة اسرائيل دي حاجة حاجة سهلة؟ دولة اسرائيل الها حدود الها امن، قال عندها جيش اجمد جيش بالدنيا، شفتوا بقى كم ساعة اخدت؟ دول اتدخلوا فيكم عملوا من رز التراب، حرام حتى على الاطفال في غزة، حرام. انا ما بيوجعني على الاطفال والامهات اللي بيبكوا على الاطفال في غزة، بس مين استبدى؟ مين عملها اول حاجة؟ مين دخل؟ مين خلى الطفل في الفرن؟ يا ابني ده العالم شايف، العالم شايف. وبعدين تبكوا وتزقعوا، الحقونا يا عالم الحقونا يا الدول العربية، الحقوكم مين؟ افتكرتوا ايه انتوا؟ ايه العرب الاسرائيليين هيدوا ضد الشعب اليهودي ولا الاسرائيلي؟ هم الاسرائيليين كمان، انتوا لما بتبعتوا الصاروخ ده ما يعرفش هيوصل فين، على كفر قاسم ولا الطيره ولا الطيبه ولا يافا، ايه فكركم انتوا؟ اخدتوا ولاد عرب، اخدتوا ولاد عرب على غزة، ايه ما عندكمش ربنا؟ يا ولاد غزة خلوا بالكم بقى من حماس اللي بيعمل بيكم ده، بيستعملكم تكونوا حيط علشانه، عشان بقى اذا كان ينضرب بالرصاص لا قبليها تاكلوها انتوا، خدوا بعضيكم وروحوا بقى على 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 الحدود في مصر، الحدود في مصر تكون متأمنين هناك في رفح، دولة إسرائيل ده الجيش الإسرائيلي هيقلب غزة تراب، هيقلب غزة تراب تراب.